كلما انتهت مصيبة تبدأ أخرى، لكن رغم ذلك لن نترك وطننا. البركة التي هنا تكفينا جميعا. صحيح، تكفينا. ألا يتدخل السيد أرطغرل بعملكم هنا؟ ليكون الرب شاهدي، لم نرى ذنبا للسيد أرطغرل. لقد ساعدنا في أصعب الأوقات، حتى أنه قد ألغى الضرائب اليوم، وقد وعد التجار الذين سيعملون معه بإعطائهم الذهب دون فائدة. ربما تريد العمل معنا، لن نعدك بشيء فلا نعرف ما الذي سيحدث غدا، ولا نريد أن نخجل أمامك. هل كنت ستقول شيئا؟ كنت سأسأل إن كان لديك طلب. أحضر لحما إلى مائدتي وأحضر شرابا، وإياك أن تخجلني أمام ضيوفي. أمرك سيدي. اذهب وجهز لهم مائدة من أطايب الطعام والشراب. الموائد تؤسس الدول وتهدمها. لم يعجبني هذا الرجل أبداً، ملأ الخان برجاله، عددهم كبير جداً. أشعر بهذا أليكو، وكلهم ينظرون إليه نظرة احترام، حتى أنهم لا يشبهون التجار أبداً. دومرو الألب، أخشى أن يكون فاسيليوس يحيك أمراً ما. كن مرتاحاً أليكو، لن يغمض جفن لمحاربي حتى الصباح، وأنا سأذهب لأخبر سيدي بالأمر. يجب أن يعلم ما الذي يفعله هذا الرجل.